نتكلم بقى عن متاع الجنة. اللهم اجعلني وإياك من أصحاب الجنة يا رب العالمين. آمين يا رب يعني العالمين. طبعا الجنة فيها أشياء، فيها الجنة تحت عنوان يا أستاذتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في يوم في الجنة اسمه يوم المزيد. إيه دور سيدنا رضوان في يوم المزيد ده؟ ربنا اتكلم عنه في سورة قاف. أيام الجنة هتبقى زي أيامنا دكتور محمد؟ لا، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. الجنة ما فيهاش ظلمة، ما فيهاش ليل ولا نهار، الجنة نهارها دائم. خدي بالك، الجنة إيه؟ نهارها دائم، أكلها دائم وظلها. الجنة يا سلام يا مكيفة. الجنة ما فيهاش حر ولا برد، لا يرون فيها شمسا ولا إيه؟ زمهريرة. في الجنة ما حدش هيدي وظهره للتاني. لا. ربنا قال الجنة ما فيهاش غل، ما فيهاش حقد، ما فيهاش بغضاء، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. في يوم في الجنة اسمه يوم المزيد، بسرعة عشان الوقت. يوم المزيد ده ربنا قال عنه ولدينا مزيد. العبد بيتنعم في الجنة. فالعبد قاعد بتجيله بطاقة دعوة. العبد في الجنة كل اللي بيدخلوا الجنة بيعرفوا يقروا ويكتبوا، خدي بالك. مفيش حد أم في الجنة، الجنة ما فيهاش أميين. خدت بال حضرتك؟ فالعبد وقاعد في الجنة سبحان الله تجيله بطاقة دعوة، فالعبد يفتح البطاقة. بعد ما يفتح البطاقة يلاقي دعوة جاله من ربنا، ربنا بيقول له إيه؟ بيقول له يا عبدي اشتقت إليك فزرني، توحشتني قوي تعالى زرني. ربنا سبحانه وتعالى، بقول لك ربنا سبحانه وتعالى اشتقت إليك فزرني. فالعبد بقى فرحان يلبس أحسن حاجة عنده، ده الواحد لما لو ولد مثلا خاطب عروسته يقعد يوظف في نفسه 3 ساعات ولا رايح مقابلة علشان شغله ولا أي حاجة 3 أيام قبل ما يجي، يعني بقول لك ربنا بقى سبحانه وتعالى راح يلقى الله. وبينما هو في طريقه للقاء الله إذا بسحابة تظلله فيظن أن هذه السحابة سوف تمطر عليه ماء إذا بها تمطر عليه عطرا وريحانا لم يصنع لا في باريس ولا في فرانكفورت ولا في جنوب إفريقيا، وإنما صنعته يد القدرة الربانية. عندما يتجلى نور الله سبحانه وتعالى للخلائق والله نور تخر الخلائق ساجدة لله سبحانه وتعالى. فربنا لهم يا عبادي توقفوا عن السجود، ما تسجدوش ليا. لماذا يا رب العالمين؟ يقول لهم الله سبحانه وتعالى إن الآخرة ليست دار عمل وإنما دار جزاء. اللي عايز يسجد يسجد في الدنيا، ثم يقول لهم الله تمنوا علي يا عبادي اطلبوا اللي انتوا عايزينه. يا ترى أهل الجنة هيطلبوا إيه؟ يقولون يا ربنا نسألك أن ترضى عنا يا رب العالمين. فربنا يديهم الرضا اللي هو بقى إيه؟ يديهم النظر إلى وجهه الكريم، أعظم متع الجنة كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم متعني وإياك والسادة المشاهدين بالنظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. اللهم سجل وتقبل يا رب.